ودمبي إن شركات أنت سوتكان أي كل شيء وحبرك قالينا والله سعتان أنت لابد لك قاضي شركة فرنك وحالك كم وقتها من حديق وحالك كم وقتها أنا شرع الله كان سمين وحالك كم وقتها لك إن أي استعماليان من حديق تحسين غيرك تجود سمالناد وحيكون تهاي رنتي وحان الله دول قادن كريم قدوميها كوميشن كتمرتا غران كسماليلان أحمد فارح عذره أي وحبة كما جران كنت المامي قوان يورقلين أي سوصارين الشركة ذها بحية أذيقة كورونتا ذا سماليلان كاسو أي كوشيغين إن وحي كدن بي بيش السديدات كوديدة إن أي بختين تونان الله يدكا الساعة ذها كوبية تبنك هبي نمو إلا أفر تصبح نمو قدوميها أحمد فارح عذره أي حاران كنت المامي go'aan kaasi waxaanu sheegay in haba yaraatee aan la damin karin leedkaasi waxaanu sidoo kale u sheegay in ay talaabo ka qaadi doonaan hadii ay fuliyaan go'aankooda waxa soo kordhay sala socotaan aniga oo tix raacaya warqadii ka soo baxday gudda dhaqaalaha golaha wasiirada oo aan uga mahadnaqayno oo in muddaaba ku dhex jiray shirkadaha iyo commissionka si ay meel ugu soo gaari lahaayeen inta arifta wixii macquul ah marka la xisaabtamo المال اللي صدقه ورنتي شركة ده هي كمشك مدبا دحسوعتي أي صار دح جلين مال آدو وناكسن أو غروح بضنا رنتي أو نجمع هذا غيننا أي صار جارسين كأن قرن أو أفكر كوه هذا يعني أي صار صارين إن شاء الله يسبحه وحياة الرأة إن أي شركة ده هي الله يركو يجوا مجا استعمال يعني أنا لقوم بدي أسني وليبه أي كذا بهاللان أو يورس حافظك صدق بصاران قوله هو سير ده وحالك كم موقتها من حديق وحالك كم موقتها أنا شرع الله كان سمين وحالك موقتها لك إن أي استعمال يان من حديق تحسين غيرك تجود سمالنا وحيكون تهاي رنتي وحان الله دول قادن كريم وحالة سعوتان ويكون شيئين وخلق القليل مجتمعي لا حالي لا مانتا إن هلا يركبون الدمين إنا ساعدوا قام كلاجب لا بيشا أكس كوديدا سيد الدستور كينو شيئين غيرك تجود سمالنا يتريسك وحنا يراه دولار كي هيو وحويا قرن كايا سكلا حكومة ده حد بعدي مركا نسيبه يلاتي إيه أي حكام سان ليس بدل سيا وش غيا أي أوجا وكيلة هذا مركا حلو كده جدا ويان وهرن قرن وحاستيكول درسك وشعبك وحكومة ده يعدي مركا فرصة دلوسية إن شغلة قرن كو قبطان نسيبه وياشين إن قرن كا شغلة غيبته وحيان وأنا حكومة ده كويلة نسي سياسة قرن كارهين لهرمريو لكبعيو مركي نقطة حكومة ده يا مركي نقطة صاحب ده نعلم جابا أدب رنتي لو تحجلي لا رغال الجلي ما أنت وحي هيد إن أرن كاسكو هلان وكو قرن شب وكو سمع ضرو وحالة سعوتان إن إن مسؤولية دلائلكو شيء هو قالسا المجتمع تعب تايتها وحا وحوجا وكيلة كمشي كتمرت غير كسمال لاند أو كان جوين تقيمها لسمضة يوحنا تعقله حكومة دو يقارن كوي دستور كبا وحي صاري تام معناه دو حويان شركة دو حكومة دواقي كرام منا كان يقولين كران قيمة آن إلى كرات هشانين كوميشن كا عن حساب إيه وحكو صباح آن لسه دقين سيد آن كوميشن كي لقين تسكيز هو تاجر نقول دواقي كرام كبا ساسي وتهاي وين له هلا حساب تنكي دبت أها قارن كي نو أمو برانين دو أتاك كي تاجي تنو وهلكا أمو برانين إن برايفت سيكتر كلا له حساب تمو ودولو نمادي نظام كلو سو عليو وانا هلك ديبت مي كاي كتاغنت هاي حسي شي واحنا ما حد نقينا قوله وزيره غدي دقالها او غار ميسان اسك سارتي علايس له اورنتي ددخدي سميساي غوان دخلغلا او مجتمع رير شمال لاندنا اي رنتي اوغ رياقين اسلام مركانا شروطي لوغ خيري او مدل سيي لو عييمي اني مدداس كو دمهيسر حساباتكينا كبعدنا كو ديسكو بلاامو ايا وها اي سو سارين شري توله اني الى هذا الليل كون دمينا waxaanu sheegaynaa shirkadaha iyo shacabka reer Soomaaliland ba inaan awoodna cid u lahayn utilities-ku waa umadu ka dhaxaya public ka dhaxaya public waxa iska leh shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda nasiib u yeesheen inay qaybta ino hoggaamiyaan haddii ay ku kacaan falkaasi qaranka iyo xukuumadda waxa uga yaala siyaasad cad oo talaabo qaadi doonto waxa kale oo aad iyo aad markuu daneeyay oo taagan reer Soomaaliland cid ka farabadan oo gaabka u arkay inay tahay fursad ay baneynayaan muddada gaaban ay leeyeen dhimeenna cidii buuxinaysay waxa weeyaan xukuumadda iyo komishanka waxa uu diyaar yihiin inay ku soo dhaweeyaan oo ay u siiyaan leesamadii waxaan leenahay aan shacabka reer Soomaaliland anigu waxaan tabayaa waxaan filayaa in shacabkiina la tabi doonaan
marka laga hadlayo komishinada marka laga hayo golaha baarlamaanka saddexda xisbi qaran iyo marka laga hadlayo culimaadiinka iyo baarlamaankuba intuba waxay metelaan mujtamaac waxaana ka wakiil yihiin shacabka reer Soomaaliland dastuurka waxa la wixii ka hor imanaya danaha shacabka reer Soomaaliland wax ka dhiga null and void waa dambi in shirkadaha intay soo tagaan ay ku heshiiyaan waxba ku qaaleeyna waa la socotaan inta labaad laga qaaday shirkadii furinka oo qaarkood la xiray haday kalifayso sharciga ayaa sareyn doona waxaan si tabaya walaal shacabow waxa weeyaan golaha baarlamaanku xaq bay u leeyahay wala soo dood shacabka metelaan saddex xisbi qaran codkay u kala dheereeyaan shacabka waxaan leenahay markay noqoto arrimaha qaranka ama lagu soo duulo ama shacabka idinka lagu ilaalinayo waa waajib ina saaran inay maca saxaafadu u doodo oo ay muujiso marka waxaan leenahay wala tabaya culimaadiinku way og yihiin waana ogsoon yihiin waana maalin jimca ah inaan loo heshiin karin shacab inta lasiibaa dowlad qaadanaya qofka muwaadinka ee businessli xor buu yahay wixiisa ku iibiyo waxa uu doonayo xaq buu leeyahay haddii markaa qofkaas ku qaato waxaa qaaligaana si buu leeyahay laakiin inta laisugu wada yimaada insaan ka dhigno waa islaamkana way ka soo horjeedaa shareecada islaamka ka soo horjeedaa ta gaalada way ka soo horjeedaa ta dadmay ka soo horjeedaa mana dhici karto cidii markaa halkaa buuxin weydaa dee waxay u agtahay wiil markaa in talaabada sharciga xukuumadda ay qaadi doonto waxaan ka socdaa telefishinka c b a world banku lacag gaadhisa $40 million ayuu ku maalgeliyey shirkadaha leerka Soomaaliland maadaamuu dareemaya baahida hadda timid ee qaaliyooga amba isbedelada cimiladu ay keeni karaan Soomaaliland dadkeedu sida la wadoogiyey waa dad adeeg ku shaqeeya xoolihii way ka dhamaadeen abaara lahay sidoo kale beerama haystaan oo wax soo saarkoodu ma fiicna bal tallaabooyinka idinka qorshaysan ee ka dowlad ahaan aad qaadi doontaan maxaa weeye waa baale jimca ah warbixinta dadka inaan leerkii la dabin karin haddii la dabinayna cidii buuxinaysa ay joogto qarankuna wuxuu qorshe ugu talagalay ayaan shacabka ku dejinaynaa xukuumad baa idin joogta arrintaasna maanta ka hadlayno nimi tani waa dood badan bay u baahan tahay iskaashi fara badan mar kale insha allahu tacaala tafatiran maadaama salaadii jimcaha la taagan yahay aan sameynaa waxaan leenahay cibaada allah inaga aqbalo ilaahay qaranka inoo mideeyo awoodda inoo mideeyo waxaan kaloo jecelahay inaan shiraahdo mar walba culimaadiinka iyo dhaqankuba waxay dhexdhexaadiyaan dad qabiil iyo siyaasadeed isku qabta dantii qaranka iyo shacabka ummadda taabanaysay maxaa loo iman waayey maxaa looga hadli waayey taasoo qabiil taag salaam alaykum xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa